عليكم وكل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى يظل هذا العام والعديد من أقطار الوطن العربي والإسلامي يعاني أزمات اقتصادية متنقلة وتراجعا في قدرة المواطنين الشرائية. وإذا كان رمز العيد تضحية بخروف أو شاة، فإن كثيرين ممن درجوا على هذا التقليد لم يتمكنوا هذا العام من الحصول على ما يضحون به، حتى أن البعض اضطر إلى التضحية بهدايا الأطفال بعدما ضحت الأزمات بكل ما يملكون. في غزة لا تكتمل بهجة عيد الأضحى عند السواد الأعظم إلا بتقديم الأضاحي تقربا إلى الله وعونا للفقراء، لكن الحصار والكساد جعل شراء الأضحيات بالنسبة لعامة الناس مغامرة غير مأمونة العواقب. ركود في بيع وشراء الأضاحي يستقبل عيد الأضحى في قطاع غزة. صحيح أن إسرائيل سدت العجز الناجم عن توقف واردات الأغنام عبر الأنفاق مع مصر، لكنها لم تسد العجز فيما كانت تدره تجارة الأنفاق على قطاع كبير من المواطنين. السوق ميت على خير، يعني البيع والمشترى خفيف. احنا كنا كل سنة بعنا 100 عجل، اليوم ما بعناش 25 عجل. فيش حركة في السوق لأنه الناس مش معها مصاري. الفقر في غزة وصلت نسبته إلى 60%، والبطالة تعدت 40% جراء الحصار الإسرائيلي. الأضحية الجماعية في العجول كانت تشكل حلا للغزي، لكنها اليوم تعاني من حالة كساد نسبي. بدي أضحي ولد من أولادي من صعب الحياة، يعني أنفاق مغلق أنتوا عارفين، والمسكرة والوضع من شقة إسرائيل برضو مسكر مغلق، وحماس بتقابض يعني كل شهر نص راتب، مدة شهرين نص راتب، والناس معهاش يعني تمشي أمورها، والناس قاعدة وفيش شغل فيش مصالح عمل. أنا موظف لكن عندي أسرة كبيرة، هذا الراتب لا يكفي، فيضطر الموظف أيضا إلى أن يضحي أحيانا بالتقسيط. وفق وزارة الزراعة، المتوفر من الأضاحي في غزة مستوردا كان أم محلي الإنتاج يكفي، وعدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير جاء نتيجة انخفاضها عالميا. وغزة تستهلك 50,000 رأس من الأغنام والعجول كأضحيات. للضرورة أحكام كما يقول الغزيون. سكين الحصار نحرت القدرة الشرائية وجعلت من يقدم الأضحية يرزح تحت أعباء مالية إضافية. لانا شاهين، غزة، الميادين. من غزة إلى القاهرة أزمة متواصلة ومصاعب مشتركة يواجهها المواطنون، حيث أفسد تدهور الوضع الاقتصادي على الكثيرين من المصريين فرحتهم بعيد الأضحى. حل عيد الأضحى وشعب مصر يمر بضائقة اقتصادية خانقة. أسعار الأضاحي ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وأصبح شراء الخرفان خارج قدرة عدد كبير من المصريين. والله بنوزع كميات بس مش زي كل سنة، يعني السنة حالة الوقود جامدة جدا. الأسعار فوق، يعني مقارنة بالسنة اللي فاتت أكتر من 30%. الأسعار كلها أسعار ضربة جدا وعالية وكده، يعني والواحد بيحاول إن هو يعني يساير العادة اللي هو كل سنة حاول إن هو يعملها وكده يعني. متغيرات سياسية وأمنية واقتصادية كثيرة شهدتها الأعوام الثلاثة الماضية ما تسبب برفع الأسعار، فإضافة إلى تردي الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يلجأ بعض التجار إلى احتكار السلع ورفع أسعارها خلال مواسم الأعياد، مستفيدين من غياب السلطات الرقابية، ما يجعل من المواطنين ضحية لجشع التجار. في العادة التنازلي من 3 سنين ده مبدئيا، حالة البيع والشراء الاقتصادي البلد ما فيش. معروف العيد دوت بالنسبة لنا موسم بسبب الأحداث اللي في البلد بتحصل والمشاكل اللي بتحصل، وكمان في مشاكل اقتصادية دي أثرت علينا احنا وبقت حركة البيع شبه معدومة. مسؤولون في الغرف التجارية يؤكدون أن الارتفاع في أسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الملابس وانخفض الطلب عليها بسبب التراجع الكبير في قدرة المصريين الشرائية.
واقع دفع الكثير من العائلات المصرية إلى الإحجام عن شراء حاجاتها الأساسية خلال عيد الأضحى. لا شيء يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار، فقدرة الأسر على الإنفاق تأثرت على نحو كبير، ما يؤكد ضرورة تحرك الجهات الرقابية لحماية المستهلكين وإعادة الأسواق إلى سابق عهدها. سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. في السودان شهدت أسواق الملابس والخراف كسادا نسبيا في موسم كان يراد منه إنعاش الحركة التجارية، إلا أن إجراءات التقشف الحكومية حدت من القدرة الشرائية لدى المواطنين، فكان أمام المواطن المقتدر الاختيار والمفاضلة بين حاجيات العيد، أما الأقل دخلا فزاروا الأسواق واكتفوا بمتعة النظر. لا زبائن أو على قلتهم يتوفر الهدوء لهذه الخراف التي أصبحت ضيفا عزيز المزار لدى كثير من البيوت في السودان في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار. التجار لهم تبريراتهم بارتفاع التكلفة، والمواطنون بين التزامات العيد المتزايدة والإمكانات المحدودة. البهائم كان بينزل الشوال، شوال العلف ب40 وب30، هسه الشوال ب75، والحاجات كلها يعني غالية. اي زول بيجيب اولاده عشان يشتري له خروف يمشي، بقيت واقع بيتفاجئ بواقع انه ما عنده له قروش، يعني يعين بعيونه يمشي، ما عندنا حل غير زول يعين بعيونه يمشي. انا الليله اشتريت بهيمه الان في البيت ب1600 جنيه. اسواق الملابس هي الاخرى شهدت كسادا يعتبر الاول من نوعه في ظل الارتفاع الحاد في الاسعار، بعد ان ارتفعت قيمه الدولار الجمركي 30% ضمن السياسات الاقتصاديه الاخيره، ما دفع الكثيرين للتقشف في مشتريات العيد. يعني انا افتكر انه زول اللي بيجي السوق ده ما بيجي السوق الا يكون مضطر، لكن يشتري له حاجه لبهرجه، حاجه لعيد عشان يفرح نفسه، بقينا ما دايرين نفرح نفسنا. ما في زول عايز يفرح نفسه، عايز يشتري الحاجات الضرورية الأساسية للبيت. والله السوق يعني حاجات حلوة وبتاع، أي حاجة يعني أي حاجة أنت دايرة بقت في متناول اليد، بس المشكلة الأسعار ما مناسبة. ويبلغ متوسط دخل الفرد في السودان 1230 دولارا فقط في العام، بينما تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. 300 دولار أو زد عليها قليلا هي كلفة الخروف الواحد هذا العام في السودان، قيمة ربما جعلت الكثيرين يتجولون وسط هذه الخراف ويكتفون بوضع علامة لايك على الخروف والمغادرة بدونه. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين. إلى تونس، حيث لم تنجح إجراءات الحكومة بالحد من ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الأضاحي، في وقت يقاوم فيه التجار والزبائن ظاهرة التضخم التي حدت من القدرة الشرائية للأسر. الأسر التونسية المتوسطة والفقيرة لم تسترجع بعد أنفاسها من مصاريف العودة المدرسية والجامعية لتصطدم بالأسعار الخيالية للأضاحي، رغم جلب الحكومة 15,000 رأس غنم من إسبانيا لتعديل أسعار السوق وضرب الاحتكار. زيادة كبيرة، ما نجموش نقارنوها، عام ناول السنة فرق بعيد ياسر، معناتها زايد 200-300 ألف في العلوش، دونك ما نجمش تتكلم، ما نجمش تقارن. كنجي نصوم نلقى علوش ب 850 وب 900، يعني ما عادش الزوالي ما عادش يخلط على ذا. 6% نسبة التضخم بحسب المعطيات الرسمية، فيما يرى مراقبون أن النسبة الحقيقية قد تكون ضعف ذلك، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد إعلان الحكومة عزمها على تجميد الأجور ومراجعة الدعم الذي تجاوز 5.5 مليار دينار. في كل مرة معناتها هالمواطن التونسي والطبقة الوسطى هما اللي خلصوا الفاتورة نتاع الفشل نتاع الحكومة. معناتها قاعدين نشوفوا في أنه الحكومة الحالية قاعدة تاخذ في قرارات، وباش تاخذ قرارات في نطاق وفي إطار قانون المالية سنة 2014، القرارات هذه باش تمس المواطن وباش تمس معناتها الطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت معناتها هي قرارات سهلة، معناتها هذوما الحلول السهلة. سلطة الإشراف تؤكد أن مراجعة الدعم تأتي في ظل خطة تنفذ على امتداد 3 سنوات، وتهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه، بعد أن أثبتت دراسات أن 70% من نسبة الدعم تذهب إلى غير مستحقيها.
الدعم لا نرى أنه سوف يتم الاغتناء الاستغناء عنه كافة وكليا، بل هو إعادة استهداف المستحقين بوسائل توزيعية أخرى. التضخم في تونس بات مضاعفا محليا وخارجيا، فتراجع الدينار نتج عنه ارتفاع في كلفة البضائع المستوردة، مفارقة زادت في تعميق أزمة المستهلك الذي فقد كل حيلة أمام الاتجاه التصاعدي للأسعار. إعلان الحكومة عزمها تجميد الأجور خلال السنة المالية القادمة ومراجعة الدعم أثار مخاوف التونسيين، خصوصا وأنها إجراءات تأتي في ظل تضخم للأسعار وتراجع للمقدرة الشرائية. عماد شتارة، تونس، الميادين. يعتبر الباكستانيون شراء أضحية العيد تقليدا اجتماعيا تدخر له العائلات ما يمكنها من المال طوال العام، إلا أن هذه الادخارات لم تمكن أرباب الأسر من شراء الأضاحي. بكر يونس. عيد الأضحى يطل على المواطن الباكستاني مع إشكالية اقتصادية تتمثل بارتفاع الأسعار، حيث لم يتمكن الكثيرون ممن ادخروا المال لعام كامل لهذه المناسبة من شراء أضحية العيد. وهنا يقع المواطن في حرج أمام ثقافة بلاده التي تفرض على الجميع شراء أضحية العيد دون النظر إلى حالته الاقتصادية والمالية. الحالة واضحة أمام الجميع، نحن من الطبقة المتوسطة ولا يمكننا شراء أغراض البيت، فكيف لنا شراء أضحية؟ إننا الآن نفكر في أن نشترك في أضحية واحدة. الباعة تضرروا أيضا من ضعف قدرة المواطنين على شراء الأضاحي، ولهم أيضا نظرة أخرى، فهم يعتبرون أن رفع الأسعار فرض عليهم من العام السابق، حيث ارتفعت كلفة تربية المواشي، ما يجبرهم على البيع بأسعار تحمل ربحا ماليا إضافة إلى تغطية الكلفة المدفوعة سلفا. منذ عام وأنا أحضر لهذا اليوم، ولكن الوضع صعب والتكلفة لا يمكن استردادها، نحن عالقون هنا. لقد حاولت بيع ما أملك في مدن مختلفة، فنصحوني بالقدوم إلى هنا ولكن لا أحد يمكنه الشراء. ويعتبر شراء الأضاحي في باكستان تقليدا اجتماعيا نابعا عن التعاليم الدينية، إلا أن التقاليد الاجتماعية تعتبر أكثر أهمية، لا سيما في إقليمي البنجاب والعاصمة الباكستانية إسلام أباد. بالرغم من الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يعيشها الباكستانيون، يبقى الادخار لشراء أضحية العيد ذو أهمية ثقافية دينية وتقليدية باكستانية. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. ختام النشرة، شكرا والسلام عليكم.